أقسم بالله العظيم يا الحبس ما نجد فيها عملا، أقسم بالله العظيم واخا يدير لي الملك عفو ملكي والله ما نخرج. إذا تنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين خلوني في الحبس، أنا مليت هذه الحياة اللي تعيشها الشعب المغربي، أنا مليت هذه الحياة اللي الراجل بوليساريو كداو ليه رزقو وقتلوه. تحياتي لكم وعاش الشعب المغربي، وديما البث المباشر وغير ما تملوش، ديما البث المباشر وديما الصراحة هي داك الشيء. الصراحة هي الملك محمد السادس هو اللي خالق الفتنة في المغرب. الملك محمد السادس اللي اعتقالاته الحقرة والشفرة هو اللي داير هذا الشيء. وفينا هو الملك؟ بعدا فينا هو الملك؟ فينا هو؟ قولوا لي فينا هو؟ وراه سادين عليه حتى كيجيبوه يخطب عليك في التلفزة شعبي العزيز حتى يجي. وداخلنا عليكم بالله يا العياشة، غنعطيكم واحد السؤال، السؤال ديالي العياشة وخصكم تجاوبوني عليه في التعليقات. الخطاب الجاي ديال عيد العرش اش غيقول لنا الملك؟ يصلح التعليم؟ يصلح الصحة؟ تشغيل الشباب؟ وفين يصلح التعليم ويصلح الصحة وتشغيل الشباب ديال 2018 و17 و16 و13 و11 من 99؟ يصلح التعليم يصلح الشباب؟ داخلنا عليكم بالله، انا كان بغيت نقول بغيت نشوف غير الملك في 2020 في عيد العرش اش غيخطب علينا اش غيقول. هادشي اللي غنقول، وكل كنت بحالو اقسم بالله غيقول لي اجي خطب في عيد العرش، نقول لهم لا اش نخطب اش نقول لهم؟ انا نقول لهم عييت ما نكذب على الشعب، شوفوا شي واحد اخر اللي غادي يكذب عليه، وغادي ندير راسي فحال لا مريض وغادي نصيفط ولدي نقول له سير ولدي لعل وعسى يتيقوا فيك المغاربه، انا راه عييت ما نكذب عليهم، سير انت سير انت يا ولدي، انا عييت ما نكذب عليهم حشمت، سير انت كذب عليهم شوي. هادشي اللي خاص يدير. وتحياتي لكم وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويرة. بودوح محمد مدينة الخميسات قتلوا بات عدوا عليا وما ما غاديش تجيو تشوفوني. الا بغيتو تديوني للحبس ديو بالرقية وعرشان اللي داو ليا رزقي وقتلوا با مول الكاسكيطة راجل عليكم. وهذيك الجمعية اللي دارت به الشكاية بان سب الشعب المغربي خليه يسبنا ماشي شغلكم. الشكاية إلا كنتو رجال ديروا الشكاية بالوزراء والبرلمانيين اللي سرقوا الثروات المغرب، ديروا الشكاية بالمالك اللي جوعنا وقتلنا وكيسرق الثروات ديالنا وكيديهم لإفريقيا، ديروا الشكاية بالرقية وعرشان اللي قتلوا با، ديروا الشكاية بهادي اللي نهبوا الثروات المغرب. بغيتو ديروا الشكاية بكاسكيطة شب الشعب المغربي ديروها بهادوك الشكاية اللي قالوا لنا القطيع والمدوخين وخوانا قاطيع وكيسبونا في المقاطعة ديال الحليب، علاش ما بنتوش؟ حتى شتم الكاسكيطة عاد زعما راه سب الشعب ماشي شغل. ما هو الشعب كلشي عارف بأن الفساد منين جاي ورئيس العصابة شكون هو والناس اللي كيجلس الناس على القراعي وأمير المؤمنين قال لك أمير المؤمنين. عمركم شتو شي أمير المؤمنين؟ عمركم شتو شي أمير المؤمنين كيجلس عباد الله على القراعي؟ سلالة الرسول. وتحياتي لكم وتل عشية ان شاء الله ولا غدا. وفين ما شفت شي واحد شي منكر كيطلع ليا الدم كندير الفيديوهات. بغيتو ما نديروش الفيديوهات وبغيتو ما نسبوش الملك ويكون القضاء نزيه ويصلح التعليم والمحاسبة للشفارة اللي نهبوا الشعب المغربي والمحاسبة البرقية وعرشان اللي كيدوا البقاع لعباد الله. والو حاسب الشفرة مجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟ ومجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟ والمجلس الأعلى للحسابات قال لك خلال في الصحة وخلال في هادي وخلال في الماكلة ديال الناس وخلال في هذا وخلال أخنوش وخلال فينا هو هاد الشيء؟ فينا هو المحاسبة؟ فينا هو شي وزير في الحبس عباد الله؟ وبن الكاسكيطة غاهدر غاهدر وانتوما وهدرتوا وعيرتونا وسرقتونا جوعتونا قتلتونا عذبتونا فضحتونا شوهتوا السمعة ديال المغاربة في العالم وما حتى واحد ما يديكم للحبس وحنا غا كنهضروا كتديونا للحبس وانتوما ما خليتو ما درتو السوعده دخلتوهم عندنا هنا كيتكرفسوا على العيالات
سميتو وكتحميوهم وكت واحد ما يديكم للحبس. وحنا غير الا قلنا شي هضره ساهله القضيه كتجيبو تمشيو عند شي جمعيه كاش ديرياش ديرياش ديري باش نديو هذا للحبس. تمشيو عند شي واحد اشنو اشنو الاغتصاب اغتصب ديوه للحبس. وكلشي عاق، الشعب المغربي عاق. والتحية لكم، واقسم بالله ما سخيت بكم. والتحية للناس ديال الريف.